حتى خليني أقول قبل ما السيد محمد أبو العينين نتلقى رسائل واتصالات منهم، كانت كل الرسائل والاتصالات بتطلبوا أنه يترشح في انتخابات البرلمانية. طب تعالوا نتكلم على المبادرتين، لأنهم مبادرتين مهمين جدا، وخليني أقول أنهم في وقتهم حقيقي. أول مبادرة هتكلم عنها هي المبادرة اللي قرر من خلالها النائب محمد أبو العينين أنه يتحمل تكاليف سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء. طبعا ده موضوع حيوي جدا وموضوع مهم وموضوع الساعة في الشارع المصري، لكن لما هو قرر انه يتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء لقد ايه؟ ل5000 أسرة، بس مش اي 5000 أسرة، من محدودي الدخل، من ابناء محافظة الجيزة غير القادرين على السداد. طيب المبادرة دي ليه؟ لأن ده نابع من إيمانه القوي إن في مسؤولية مجتمعية ووطنية علشان أخفف عبء الإجراءات التصحيحية. خلينا متفقين إنها إجراءات تصحيحية، لكن دوره هنا إنه يشيل العبء ده عن غير القادرين اللي ما عندهمش القدرة على سداد قيمة التصالح. وقبل كل ده طبعا لأنه شاف أهله اللي بيحبهم واللي بينتمي ليهم في محافظة الجيزة، اللي عاش وتربى بينهم ودايماً بيأكد على إن مكانهم في القلب على طول. عمل إيه النائب محمد أبو العينين؟ اجتمع مع السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. الاجتماع ده كان مهم جداً، لأن في الاجتماع ده هو كان مع السيد أحمد راشد محافظ الجيزة حدد آلية وشروط تنفيذ المبادرة، ازاي ان انا انفذها والشروط ايه. اللواء احمد راشد محافظ الجيزه قدر المبادره دي كويس جدا من النائب محمد ابو العينين بانه يرفع الاعباء عن كاهل 5000 اسره من محافظه الجيزه. طيب عمل له ايه بقى؟ لان السيد محمد ابو العينين عايز ينفذ المبادره، وفر له قاعده بيانات للمستحقين من غير القادرين عشان يكون السداد فوري عنهم، وده طبعا استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسهام في تخفيف العبء عن غير القادرين في ملف مخالفات البناء. أيضا اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أشاد بمساهمات النائب محمد أبو العينين الكبيرة في مساعدة ودعم المواطنين في المحافظة. دي مبادرة، والمبادرة لغاية دلوقتي شغالة لأنه هو خد قاعدة البيانات وبيتم السداد الفوري.